الوباء والمناخ والصراعات تحط بركابها على طاولة الأمم المتحدة تحديات متجددة أبرزها يتمثل بشكل الاجتماع في الجمعية العامة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فتح صفحة جديدة من الدبلوماسية بعد نهاية 20 عاماً من النزاع في أفغانستان. وأضاف بايدن خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إدارته ملتزمة بقيادة العالم إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مضيفاً أن بلاده لن تنخرط في مهمات عسكرية إلا إذا كانت واضحة ويمكن تحقيق أهدافها. كما أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن التزامات جديدة لمحاربة جائحة كورونا، مبينا أن المستقبل يعتمد على العمل الجماعي في مواجهة الأزمات. كما شدد على أن واشنطن مستعدة للعودة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنة المقبلة. تتعاظم الجلبة في أروقة مبنى الجمعية العامة مع انعقاد أعمال واحدة من الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة رفيعة المستوى، وتستمر قرابة الأسبوع في وقت توافد فيه أكثر من 100 مسؤول من قادة ووزراء خارجية من حول العالم للبحث في مواجهة أزمات تاريخية لم يسبق للبشرية منذ عقود تحمل تبعاتها. ولعل من أبرز العناوين الرئيسية التي ستتناولها هذه الدورة تحت جناحيها تداعيات وباء كورونا ومعضلة المناخ وكيفية التعامل مستقبلا مع تأثيراتها الكارثية على الأمم، وهذا بالتأكيد لن يسحب البساط من تحت قضايا لا تقل أهمية منقوشة على جدول أعمال الجمعية، إذ ستكون ملفات من بينها أفغانستان واليمن وإيران وسوريا حاضرة بقوة، إضافة إلى العودة للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنظام الغذائي العالمي ومجابهة ما يفرضه من تلوث عده علماء مسؤولاً عن قرابة ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. على العموم يدرك قادة العالم أنهم مطالبون بالجدية وإظهار قدر عال من المسؤولية في ترجمة وعودهم لأفعال، تحديداً فيما يخص المناخ وكورونا، خاصة أن الكرة الأرضية برمتها تتأهب لصدام بين القوتين الأمريكية والصينية، من المؤكد أن تأثيراته ستطال كل العالم وتشل حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت ومشاكل التطعيم وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى. إذن نخوض في هذه الاجتماعات بالحديث أكثر مع أحمد محارم الكاتب والصحفي الذي ينضم إلينا من نيويورك. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. إذن عناوين عريضة اليوم وقضايا البعض أو أغلبها قد يكون مشترك ما بين النقاشات والاجتماعات السابقة في السنوات السابقة، ولكن لابد من عناوين رئيسية اليوم تحتل الصدارة. نعم، مساء الخير والتقدير لكم وللسادة المشاهدين. اجتماع الجمعية العامة هذا العام الدورة 76 بتشهد يعني نوع من التحدي شهده العالم كله، ان المدينة اغلقت لمدة عام، الأمم المتحدة اغلقت لمدة عام، وكان في حرص شديد من جانب القائمين على الأمم المتحدة وعلى إدارة مدينة نيويورك ان يتم هذا الاجتماع تحت ظروف حرص شديد الالتزام بالمعايير الخاصة بالسلامة والصحة للزوار. نقدر نقول ان كلمه الامين العام في افتتاح الجلسات امس وكلمه رئيس الجمعيه العامه وايضا كلمات الرؤساء الان اللي اهمها كلمه الرئيس بايدن، انه اشار الى مجموعه من النقاط الهامه جدا تعالج الكثير من القضايا او تواجه الكثير من التحديات اللي بتواجهها الامم المتحده وايضا العالم بقياده امريكا من جانب الى جانب اخر. نعم، هذا ما يتعلق بافتتاحها، فهل سيتم يتناول ايضا استراتيجيات تنفيذيه؟ نعم، العنوانين الرئيسيين او الموضوعين اللي شغلوا معظم مساحه القاده والمتحدثين هي ازمه المناخ وازمه كورونا. صيف هذا العام شهد تحدي خطير جدا، انه اصبحت ال 17 بند بتوع السستينبل ديفلوبمنت او التنميه المستدامه يمكن الترتيب بتاع البيئه والانفايرمنت ما كانش بالسرعه وبالحديه اللي بداوا يتكلموا عنه هذا العام
نظرا للتطور الخطير اللي حصل في الصيف العام الماضي، هذا العام ايضا، والفيضانات والغابات والحرائق اللي شملت مدن وقرى واماكن في العالم لم يكن ممكن متوقع ان يحصل فيها هذه الحوادث. نقدر نقول ان الامم المتحده عندها توقع لما يكون سقف ارتفاع درجه حراره الكره الارضيه 1.5 يكون خطير جدا. النهارده وصلنا ل 1.2، فاحنا اقتربنا جدا من السقف الحاد. نقدر نقول ازمه كورونا كمان تداعياتها انه كثير جدا من دول العالم، قاره افريقيا بس 2% من السكان اللي تم تطعيمهم، ولذلك في حمله بتقودها الامم المتحده وامريكا لدعم مشروع تطعيم 70% من سكان العالم في منتصف العام القادم 2022. فنقدر نقول ان قضايا البيئه والانفايرمنت وقضايا مساله الكورونا والتعافي منها من الناحيه العمليه على الواقع كانت الشغل الشاغل لمعظم المتحدثين، لكن نشوف ايضا في كلمات الرؤساء الامن والصحه والغذاء والفقر والسلامه، وفي اسماء دول كثيره جدا اترددت من خلال هذه الكلمات: اليمن، ليبيا، افغانستان، سوريا، اليمن. ومن ثم فان المشاكل اللي حاصله والتحديات اللي بتواجه العالم في ظل ازمه كورونا بتلقي بظلال من المسؤوليه ان دول العالم، والرئيس بايدن قال هناك مشاكل لا يمكن ان تواجهها دوله لوحدها او الامم المتحده، لابد ان نعمل معا جميعا، وهذا ما اكده ايضا الرئيس الامريكي بايدن في كلمته. نعم. واشار الى شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي احمد محارم من نيويورك. من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، أهلا وسهلا بك سيد عبد الحميد. إذا ماذا يميز هذا الاجتماع اليوم، خاصة بعد فترة طويلة من الانقطاع وعقد هذه الاجتماعات عن بعد؟ ما زالت الجمعية العامة تعقد جزءا من اجتماعاتها عن بعد، يعني ليس كل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات حاضرون في هذه الجلسة، هناك دول آثرت أن ترسل خطاباتها عبر الفيديو، لكن شيء مهم أن يأتي الرئيس الأمريكي وهو أول خطاب له في الجمعية العامة بنفسه ليلقي هذا الخطاب، بعكس السابق ترامب الذي كان على قطيعة مع المجتمع الدولي، لكن هذا خطاب المصالحة مع المجتمع الدولي. يعني الكل أثنى على خطاب بايدن بأنه عودة للولايات المتحدة إلى العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، إلى العمل مع المجتمع الدولي، إلى مسألة التعاون للدول الفقيرة في كثير من المجالات. قال إنه لن يعود إلى موضوع الحروب، هذه ربما أول مرة تأتي الولايات المتحدة دون أن تكون مشغولة في حروبها، وهذا شيء جيد. يعني المجتمع الدولي هذا ما يزيد أن يستمر دولة مهمة. نعم سيد عبد الحميد، إذن هو اليوم اجتماع قد يسمى بالهجين، خاصة وأن هناك تمثيل على مستوى بالحضور وجاهيا وتمثيل آخر بالحضور عن بعد، ولكن الاختلاف بالإجراءات اليوم لابد وأنه مختلف قليلا، خاصة وأنه كان دائما يتعلق بالتوافقات والإجراءات الأمنية، واليوم يضاف إليها عامل الإجراءات الصحية. نعم هناك يعني خطوات احترازية كثيرة للوفود، عدد الوفود يجب أن يكون قليلا، لا يسمح لأكثر من 3 أشخاص في الجلوس في مقعد الدولة، هناك عمليات كشف للفحوصات، هناك يعني تشديدات على عدد الصحفيين، هناك إبعاد حتى لقضايا لمسؤولي الإعلام، مثلا ليس في المكان المخصص للإعلام لكن أبعدوا إلى مسافات أكثر خارج المدينة المتحدة. هناك يعني محاولات لضبط الأمور من الناحية الصحية، خوفا من أن يظهر شيء أحد يقال أن انتشرت العدوى بسبب هذا التقارب، ولذلك هناك تركيز على عمليات التباعد داخل المبنى وخارجه أيضا. نعم شكرا جزيلا لك المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام.